العلم قال أنا حرصت غايته والعقل قال يا رحمة العلم كل العلم هو حارس الإنسان. أنا فخور بك مهما كانت نتائجك لأنك صديقي. هل سمعت من قبل بنظرية الذكاءات المتعددة؟ طبعا نحن كنا نعرف أن هناك ذكاء واحد، ولكن في الحقيقة لا، هناك ذكاءات ثلاثة، ثلاث ذكاءات متعددة، وهي ذكاءات متعددة، وهناك ثلاث ذكاءات اللي ممكن أساسية راح نتعرفوا عليها اليوم. لكل منا له شخصيته أو شخصيته عفوا الخاصة. واحد فينا كان اللي يحب مثال اهتمامات معينة، كان اللي يحب آخر شخص آخر ما عندوش نفس الاهتمامات. ممكن عندي هدف مالي، شخص آخر عنده هدف لا أدري معنوي أو هدف اجتماعي. فعندنا كلنا اختلافات في الشخصية، اختلافات في وجهة النظر، اختلافات أيضا في طريقة الكلام، اختلافات أيضا في طريقة إيصال المعلومة، في استقبال المعلومة. اليوم راح نحكيه على آخر نقطة اللي تكلمت عليها، هي كيفية استقبال المعلومة، وكيف هذه المعلومة راح نعاودوا نخرجوها للعالم الخارجي، ألا وهي الأنظمة التمثيلية، لي سيستيم دو ريبريزونطاسيون. هل عندنا في استقبال وتلقي تلقي المعلومة واستعمال المعلومة للجهة الخارجية، عندنا ثلاث شخصيات. عندنا الجهة البصرية لو كوتي فيزويل، يعني نستعمل ما هو بصري، وعندنا الجهة السمعية، يعني نستعمل كل ما هو سمعي يعني الأصوات، وهناك النظام الحسي، يعني هناك أحاسيس سواء مشاعر سواء وهكذا. فهنا راح نمدوا ثلاث ذكاءات وثلاث شخصيات، وكل شخصية إلا وعندها خصوصياتها وإلا وعندها ما يميزها على الشخصية الأخرى. والهدف من وراء هذه الحلقة وهذا الموضوع أنه نبين الاختلافات التي موجودة بين كل شخصية، فنفهم ونعي أن هناك اختلافات في وجهة النظر، واختلافات في الآراء، واختلافات في الأهداف، واختلافات في الاهتمامات. هل أنت جاهز؟ لأنني أنا جاهز. قبل أن أبدأ أريد أن أشكرك على المشاهدة مسبقا، وأنا أعرف أن هذا الموضوع ممكن سوف يعجب أغلب الناس، لأنه دائما نحب نتعرفوا على بعضنا بعض، وطريقة تفكيرنا، طريقة توجهاتنا، طريقة إيصالنا للفكرة، علاش ما كانش هناك توافق في العلاقات الزوجية، لأنه هناك اختلافات في الذكاءات، علاش مثال في الدراسة أن أولادنا مثال كاين اللي يفهم كاين اللي ما يفهمش. هنا موش معناه طفل ذكي وطفل غير ذكي، لأن هناك ذكاءات مختلفة راح نكتشفها في هذه الحلقة، وأنا أعرف أنك جاهز لأنني أنا جاهز. أول ذكاء أو أول نوع من الذكاء هو الشخصية السمعية. لما نقول شخصية سمعية هو في الغالب يميل إلى السمع أكثر. كيفاش نعرفه؟ ممكن حتى أساتذتنا في الأساتذة في الابتدائي والمتوسط والثاني وحتى في الجامعة يعرفوا الشخصية السمعية أنه أصلاً كرسي مثل هذا ما يساعدوش، لازم له كرسي فيه ديكودوار، ودائما لما يحب يجلس، راح نتحرك شويه، دائما يحب يجلس انه يلصق في الكرسي هكذا، ويحب يلقى فاش يتكى. هذا شخصيه. هنا الانسان هذا اللي تتكلم معاه وتعرفه بطريقه، حتى من طريقه جلوسه، حتى من طريقه راسه، لما يتحرك تلقاه راسه هكا مايل للجهه هذه او الجهه هذه. طبعا ما كانش هناك افضليه، افضل هذه افضل وهذه ماهيش افضل، لا، ولكن فقط يميل الى الاذن التي يفضلها في السمع، فهو يميل هكذا او يجلس هكذا، عنده ان كودوار ولا لا ادري الكراسي اللي فيها لدوك لي كودوار. فهنا دائما يحب الكراسي اللي فيها دي كودوار لانه يحب يجلس على الجانبين، كما ايضا في الكراسي نعاود نذكر انه ما يخليش فراغ من الوراء، يعني الكرسي دائما لاصق فيه، صح. هناك خاصيه اخرى انه لما يحكي يديه ما يستعملهمش بطريقة عشوائية، يعني يستعملهم من هاد الحيز، يعني من الأذن إلى غاية السرة هنا. فهنا يستعمل يديه بهذه الطريقة، ما يستعملش يعني يديه بطريقة هكا عشوائية،
راح نجيو للطريقه العشوائيه شكون يستعملها بعدين ما تقلقوش. هنا الطريقه هذه يخدم بها وحتى يتكلم كلامه يعني خلينا نقولوا نبره الصوت وحتى الكلمات تتوافق مع الحركه. شوف انا نمثل فيها اصلا معاك نمثل فيها هذه الطريقه باش نوصلها لك طريقه كلامه وطريقه الحركه او الحركات تاعو دائما متوافقه مع الكلمه. يعني مثلتها لك الان باش تعرفها لانه الشخصيه السمعيه او السمعي النظام السمعي دائما يستعمل يديه هنا ما يخرجهمش. الحيز هذا هو لو شون هنا ما بين الاذن هنا في هذا لو كوتي حتى للسره. هنا لما تعرفوا انه انسان سمعي هنا لما نعرفوا علاش باش لما نعرف شخصيته نعود نتعامل معه بنفس الطريقه نعود نتعامل معه بنفس النظام. لما نتعامل معه بنفس النظام راح يصرى توافق والتوافق هو تواصل. ولما نتوافق مع اي شخص سواء في الدراسه سواء في العلاقات الزوجيه سواء مع اولادنا سواء في المفاوضات سواء في العمل راح نلقاو نتائج مليحه. ولما نلقاو نتائج مليحه هذا من اهداف البرنامج كله. واضحه؟ شكرا. لما نتعرفوا على الشخصيه السمعيه لا يحب ان يقاطع. لما يحب يسمعك ما يقاطعكش طبيعي ما يحبش اللي يقاطعه. لذلك لما اذا اكتشفت انه هذا الانسان اللي تتكلم معاه النظام الغالب تاعه هو السمعي فهنا لما تقاطعه راح تكسر التوافق. من الافضل انك ما تكسرش التوافق بعدم المقاطعه يعني ما تقاطعوش خليه هو يحكي. لما تكون تحكي هو يسمعك ولما يسمعك مش ضروري يشوف فيك ما يشوفكش في الغالبه ماشي دائما ولكن غالبا الشخصيه السمعيه ما تشوفش فيك. يعني دائما لما تحكي معك تمد لك هكا ودنها هذيك الشخصيه تقول لك صح راني نسمع فيك وما يقاطعكش يعني تبقى تحكي معاه وهو يسمع فيك ولا هو يحكي معاك وانت مليح انك تسمعه ما تقاطعوش. فلما ما تقاطعوش راح يكون توافق رائع جدا طبيعي نلقاو نتائج. الشخصيه السمعيه ايضا يعني خلي نقول لك نعطيك بعض في طريقه مشيو ماشي ثقيله وماشي سريعه يعني دائما يمشي في تاني. حتى طريقه كلامه فيها نوع من المنطق نوع من الرزانه. الالوان اللي يحبها تقريبا اللون الازرق اللي يكون هكا فاتح تقريبا كما السياره اللي مورايا هكا. وايضا عندك اللون الاخضر اللي يكون هكا فاتح ايضا ماهوش غامق بزاف وماهوش فاتح بزاف يعني شويه. الشخصية السمعية أيضا تلقاه إنسان منطقي إنسان محلل يعني لما تحكي معاه هو راه يحلل في الكلام اللي تحكي فيه ومنطقي ما يحبش كل حاجة عشوائية يحب دائما يمشي 1 2 3 4 وهكذا. هذه هي الشخصية السمعية خلينا نقولوا بصفة عامة. نروحوا الآن للشخصية البصرية يعني لو كوتي فيزويال. ذكرت حاجة عفوا الشخصية السمعية يستعمل الكلمات اللي فيها سمع يعني نسمع فيك عاود لي ممكن تشرح لي أكثر ممكن تكتب لي يحب الإعادة. حتى في المدرسة الأساتذة خاوتنا اللي راهم يدرسوا في المدارس الطفل إذا كان سمعي لما تقول نعاود يحب انك تعاود له حتى والدرس شرح فهمه مليح لما شرحته فهمه مليح راح يحب انك تعاود له. هذه اول نقطه. في الشخصيه البصريه نبداو بالحركات. الشخصيه البصريه اصلا لما يكون قاعد يخلي هنا فراغ يعني دائما الكرسي تاعه هنا ويكون هو متقدم. علاش متقدم؟ لانه دائما جاهز باش ينوض دائما حاب ينوض لانه عنده يميل للحركات بزاف. يديه يستعملهم بطريقه عشوائيه يعني يحكي معك وكدا وشفتك ومنا وأيضا يقاطع الكلام. هنا باش نوضحوا أمر مهم أنه في الغالب احنا طلعنا وتربينا أنه اللي يقاطع الكلام معناتها إنسان ممكن معذرة في الكلمة أنه بالك ما يحترمش الناس ولا ما يقدرش الناس. لا ممكن تكون شخصيته هكا لأنه الشخصية البصرية يحب يقاطع لأنه هو اللي يحب يبان بزاف. قلنا أنه طريقة جلوسه عندها يخلي أنفيد هنا للور صح ما يحبش لي كودوار اوكي ويقاطع في الكلام حركته عشوائيه في الكلام او حتى عفوا في الاكل ياكل بطريقه سريعه ياكل بزربه دائما مزروب وحتى لما يكون جالس سواء في القسم ولا في لا ادري في العمل ولا حتى في الدار في العلاقه الزوجيه تفهم انه الانسان هذاك لما يكون بصري رجليه دائما يلعبوا يعني او قاعد هكا
أو قاعد لا أدري، مهم دائما في حركة صح. وفي المحاضرات وفي الجامعات وحتى في الأقسام يحب الأماكن الأولى، دائما يحب يريح في الأماكن الأولى لأنه يحب يبان. الألوان اللي يحبها عموما اللون الأحمر، اللون الأصفر والبرتقالي تقريبا، موش لازم يعني مش قاعدة 100%، ولكن في الغالب يحب الألوان اللي تبان، يتبان يعني، لأنه هذه الألوان تقريبا ألوان الشمس يعني، الأصفر والبرتقالي والأحمر شوية معليش، هذه ألوان ساطعة عندها طاقة، فلما تكون عندها طاقة لأنه هو يحب يبان. كما اللون الأحمر، اللون الأحمر في الغالب يعني هو ضوء يعني ضوء ساطع، ففي الغالب هو يحب الألوان الساطعة صح. الآن كاين واحد النقطة بسيطة جدا في الشخصية البصرية، الشخصية البصرية يمشي بطريقة سريعة يعني سريع في المشي، موش كما الشخصية السمعية، هو سريع في المشي. لما يكون سريع في المشي في بعض المرات يعني ينسى روحه، في بعض المرات حتى تلقاه مثال في الأعراس، في الأعراس ماشي كما السمعي، السمعي يروح يتعشى وخلاص، البصري البصري يدخل ديجا يدخل بشطحة، يدخل كأنه هو مول العرس من أول يوم، من أول دقيقة يدخل بشطحة يروح يتصور مع العريس والسيلفي وكذا وكذا، لأنه علاش؟ أنه يحب يبان، هذه كي شخصيته. ولكن حنا لما نشوفوه مثال شخصية بصرية نشوفوه أنه وش به يبين في روحه وش بيحسبه، لا نحكموش على الناس، شخصيته هكا وما عندهاش علاقة بأدو مليح وأدو مش مليح وشخصية مليحة وشخصية مش مليحة، بالعكس كل شخصية إلا وعندها خصوصياتها، اتفقنا أنه ما نحكمو على ولا شخص، واضحة؟ صح. الشخصية البصرية يحب أو في الغالب يصلح في الأعمال اللي عندها علاقة بالديكور للديكوراسيون، لأنه عنده مزيج تاع الألوان، كل حاجة فيها ولو تحدي بسيط أو مشكل أو شيء ماشي في بلاستها فهو يفيق لها. لكوتي فيزيوال يساعد كتير، خاصة اللي يخدموا لا أدري في الإعلام، اللي يخدموا دي كاميرامان، يضحكوا لي كاميرامان اللي معانا صح. فهنا أمر يعني نفهمه أنه شخصيته لما تكون هكا كل حاجة عندها علاقة بالبصر، عندها بلوكوتي فيزيوال يشاهدها. أنا في بعض المرات لما نقوم بمحاضرة تكون فيها 100-200 شخص، ففي بعض المرات نفهموا أنه شخصية بصرية، علاش؟ لأنه أنا نحكي وهو مركز على كادر بلك معوج ولا ورقة تاعي راح تطيح من الطابلة، لأنه أنا نحكي في أمور بلك مهمة وبالنسبة له مهمة، ولكن يقول لك بصح الكادر هذاك ماشي في مكانه، لي كولور هذوك ماشي في مكانهم، شوف الورقة كيفاش راهي معوجة. السمعي ما ركزش على الأشياء البصرية، السمعي يركز على الأشياء السمعية صح. الآن نروحوا للشخصية الحسية، الشخصية الحسية تميل إلى الإحساس، يتلقاه إنسان ما يحبش يبان بزاف، ما يحكيش بزاف، حتى عدد الكلمات اللي يستعملها في الدقيقة ما تتجاوزش تقريبا 80 كلمة في الدقيقة، ماشي كما البصري تفوت حتى 250 ولا 260 كلمة في الدقيقة، يعني يحكي الحسي لا، الحسي دائما يحكي بالعقل، والكلمات اللي يستعملها يقول لك مثال، يقول لك السخانة، البرد، أني عيان، قلقوني. باي اكزومبل لو كان هو يحكي مع الشخصية السمعية أو البصرية عفوا، يقول له البرد، يقول له البصري يقول وينك تشوف البرد، وينك تشوف البرد، وينك تشوف البرد، ما كانش ما نشوف فيه والو. لماذا؟ لأنه يستعمل الكلمات اللي عندها علاقة بالبصر. الشخصية الحسية أيضا يصلح في الأعمال اللي عندها علاقة بالتواصل مع الناس، في لا ريسيبسيون دي كما يقولوا ممرضة، فالممرضة لما تكون شخصية حسية أفضل لأنها تحب أو تعرف كيفاش تتواصل مع المرضى وتتواصل مع الناس وهكذا. خلينا نقولوا الشخصية الحسية أيضا يحب اللون الرمادي في الغالب، لو غري، يحب لو غري وما يحبش يبان بزاف، يعني ما نقولوش منطوي ولكن ما يحبش الأضواء، ما يحبش يبان بزاف، ما يحبش، فيحب دائما يعني كما يقولوا بينه وبين روحه. ولكن عنده خاصية من أفضل الخصائص اللي نحبها في هذه الشخصية، أنه لا يحب أن يخسر الناس، يعني يحب الحفاظ على العلاقات. لو مثل حسي تغلط معه أو مثل نغلط معه، لو نقول له اسمح لي راح يسمح لي، نقول له اسمح لي غلطت معك وما كنتش عارف وما كنتش على بالي، فهو راح يقبل اعتذاري، وبالعكس راح ينسى لأنه شخصية حسية يميل إلى الأحاسيس، يميل إلى المشاعر. فهنا
هنا هاد الاصطدامات او هاد خلينا نقولوا التعاملات مع الشخصيات المختلفه هي اللي لازم نتعرفوا عليها. لماذا؟ لانه قادر نلقاو مثال، نلقاو زوج حسي والمراه بصريه. تخيل معايا هذا المثال، تخيل معايا هذا المثال فقط، الا تشاهد معايا فيا، تخيل معايا هذا المثال بالذات. لما الرجل حسي والمراه بصريه، لو هو مثال حسي واش معناتها؟ معناتها راح يركز على المشاعر، راح يركز على الكلمات اللي فيها مشاعر. قادر يقول لها والله غير نحبك وكذا ودرت لك ومن بعد هي واش تدير؟ هي بصريه، واش راح تقول له؟ تقول له ما شفت والو، فيك غير الهضره. فهمت الفكره كيفاش؟ تقول له نهار كامل نسى الله الله بالذهب ولي فواياج ولي كادو، انت غير تحكي نهار كامل انت تحكي. علاش؟ لانه شخصيتين مختلفتين. لو نديروا العكس مثلا، تلقى الرجل المثال شخصيه بصريه او نظام البصري غالب، والمراه شخصيتها حسيه، فهو يشري لها دي كادو ويحوس ويقول طوموبيل وندير لك ونقول لك ها نهار كامل نشري لك نهار كامل ندير لك، وهي محتاجه ماذا؟ ممكن انت اللي تجاوبني، محتاجه كلمه طيبه فقط. فشوف هاد يعني تخيل معايا هاد الاختلافات، تخيل معايا هاد المشهد بالذات، انه اختلافات في الشخصيات تخلي التواصل ما يكونش في المستوى. وكل ما تعرفنا على شخصياتنا اكثر كلما كان النتائج افضل. لما نقولوا مثال في نظريه الذكاءات المتعدده في التعلم، في التعلم كاين اللي يحب يتعلم بالسمع لانه هو يميل الى السمع او القراءه. كاين اللي مثال انسان يحب يتعلم عن طريق البصر، انه يشاهد، انه يحضر دوره او يحضر دوره اونلاين او حتى في قاعه، يحب يشاهد، يحب الامثله الحيه، انه تمثله، انه تمثل هذاك الدور او تمثل هذيك المعلومه. كاين مثال اللي يحب تقرا له قصه لانه حسي. واضحه؟ هنا ممكن تسالني سؤال، تقول لي بصح سفيان، هل اني لازم نتعرف على هاد الناس او نتعرف على هاد الشخصيات في اقرب وقت ممكن او في اقصر وقت ممكن او في اقرب فرصه ممكن؟ نقول لك لا، نقول لك انا نعطيك بعض الخصائص تاع كل شخصيه، وانت عندك الوقت الكافي باش نطبقوا مع بعض وكيفاش نتعرفوا على كل شخص في شخصيته. لو مثال في المدرسه ماهوش ضروري تتعرف على كل الاشخاص، يعني مثال لو تكون عندك قاعه تاع تدريس في مدرسه ابتدائي او متوسط او كذا، فطريقه الجلوس تاع هذوك التلاميذ تفهم كل واحد وشخصيته، طريقة أو حتى الألوان اللي يختاروها في اللباس تعرف شخصيته، طريقة كلامه، الكلمات اللي يستعملها، فكلها هذه راح تعطيك تقرير مفصل على كل تلميذ يقرأ عندك في المدرسة. أنا جربتها مع أولادي، جربتها مع زوجتي، جربتها مع أصدقائي، وجربتها حتى في المحاضرات. لما تلقى شخصية سمعية مثلا تلقاها فقط يميل فقط، تعرفوا أنه في الغالب يحب السمع. هنا الاختلافات هذه رحمة. لو مثال البصري مثلا في مدرسة أو تقري فيه في لا أدري في موضوع السمعي، لما تقولوا نعاود لك اتفقنا يقول لك هي عاود لي مليح، حتى هو فهم الموضوع مليح، ولكن لما تعاود له يحب. البصري من أول فرصة أو أول مرة تحكي له راح يفهم، لما تعاود ما يحبش، يقول لك انا فهمنا هيزر بزر بعطينا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. لماذا؟ لانه هو لما تتكلم معه هو يكون صوره في المخيله او في الذاكره، طبعا اهل الذاكره يعرفوا هذا الامر افضل مني، يكون صوره في الذاكره، هذيك الصوره يتخيل، يعني لما تعطي له اسم راح يمد له صوره، لما تعطي له حرف راح يعطي له صوره، تمد له مثل قصه يبدا يتخيل فيها أو يتخيل في تلك القصة. فهو الخيال في الغالب لما يكون صورة، الصورة هي التي تصل أفضل. لماذا تصل أفضل؟ لأنه في لغات الثلاثة، عندنا ثلاث لغات نستعملوها، عندنا الكلمة صح، عندنا نبرة الصوت، وعندنا الحركة. الحركة تؤثر، هذه في اللغات الحركة تؤثر 55% صح؟ لانه لما نشوف صوره، لما نشوف مثال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تحب تدير مقال او حتى تدير بوبليكاسيون، لو تدير مقال وحده نسبه المشاهده او الناس اللي يتفاعلوا معك في هذيك لو بوست هذاك
يكون أقل مقارنة بالبوست اللي تدير فيه صورة. لما تدير صورة وتدير مقال أفضل منك تدير مقال وحده، لأنه الصورة تؤثر 55%. الفيديو أفضل، الفيديو لماذا؟ مش معناه أنه البصري أفضل من الحسي أو أفضل من السمعي، لا، ولكن البصر لما تشاهد حاجة أفضل منك تسمع عليها. واضحة؟ في الأخير ما أردت أن أوضحه أنه كلنا مختلفون، كل واحد فينا عنده نظام غالب. إحنا عندنا النظام الحسي، كل واحد فينا 7 مليار ناس هادو اللي كاينين في الأرض، عندنا النظام الحسي وعندنا النظام السمعي وعندنا النظام البصري، ولكن إلا ونلقاو واحد غالب على الآخرين. لما نلقاو واحد غالب على الآخرين معناته هو النظام الغالب وهو الشخصية الغالبة أو هو الذكاء الغالب، فنتعاملوا معه حسب الذكاء الذي يتعامل به أكثر. راح نعملوا تذكير الآن لأهم النقاط التي يتمتع بها كل نظام وكل ذكاء من هالذكاءات الثلاثة اللي عرفناها في هذه الحصة. قلنا الشخصية السمعية تحب اللون الأزرق الفاتح، ما تحبش تقاطع، ما يحبش اللي يقاطعها، تحب لما تتكلم بطريقة منطقية وكلمة، يعني ما تبلعش الكلام، حركاتها أو الشخصية هذه والإنسان هكا حركاته تتوافق مع الكلمات، يعني نمثلك فيها الآن، تتوافق مع الكلمات. الكلمات تقريبا اللي يقولها كل دقيقة هي ما بين 120 إلى 220 كلمة في الدقيقة. إنسان تلقاه منطقي محلل، يصلح في الأعمال اللي عندها علاقة بالتحليل، اللي عندها علاقة بالمنطق، اللي عندها علاقة بالتحريات، لأنه يحب جمع المعلومات، وكل ما يجمع معلومات أكبر كلما مليحة. قلنا أيضا أنه يحب أو حتى عنده في الغالب صوته مليح، فيحب يدندن دايما، عنده غنية هكا يبقى يغني فيها بينه وبين روحه، لأنه يحب يدندن ويحب يسمع روحه. الكلمات اللي يستعملها أني ما سمعتكش مليح، عاود لي، عاود شرح لي، وهكذا. فكل كلمة يستعملها عندها علاقة بالسمع تلقاه يستعمل فيها في كل مرة. الشخصية البصرية قلنا أنه يمشي بطريقة سريعة، يخلي فراغ هنا في الكرسي، يعني دائما هناك فراغ، يعني دائما هو متقدم في الكرسي، حركاته عشوائية، الحركة تاعه والكلمة ما يتوافقوش، يعني الحركة هكا والكلمة هكا، فهو عنده هذه الطريقة يقاطع كثيرا، وحتى لو تقاطعه ما ينزعج، يعني عادي جدا بالنسبة له، لما تقاطعه أمر عادي جدا، لأنه هو عنده نفس الشخصية ونفس الذكاء. صح. أيضا يحب الألوان الفاقعة، يحب الألوان الساطعة كالأحمر كالبرتقالي الأصفر، فهذه الألوان دائما هو يميل إليها. نزيد أيضا عنده ما يحبش الإعادة، لما تحب تحكي له قصة أو تشرح له درس أو تشرح له موضوع ما يحبش الإعادة، لذلك أنا في هذه الإعادة بدأت وما يحبهاش، اللي هو يشاهد فيها الشخصية البصرية ما يحبش أني عاودت هذه المعلومات كلها، ولكن السمعي يحبها. صح. الشخصية الحسية في الغالب الشخصية الحسية تميل إلى اللون الرمادي، تحب تلبس الرمادي بزاف، لما تغير مكان النوم ما يساعدهاش الحال هذه الشخصية، لأنه تعودت على المكان اللي ترقد فيه. تصلح في الأعمال اللي عندها علاقة بالتعامل مع الناس، في الاستقبال كممرضة، كل عمل عنده علاقة بالتواصل مع في العلاقات العامة، فهو الشخصية هذه أو هي عندها قدرة عجيبة في التواصل مع أي شخص كان. صح. الشخصية الحسية قلنا أنه تميل إلى اللون الرمادي، تحب اللون الرمادي، تحب أيضا الحفاظ على العلاقات، يعني ما تخسرش الناس بسهولة حتى ولو تظلمها هذه الشخصية، حتى لو مثال لا أدري ممكن تغلط معها أو نغلط معها في أي موقف، إلا وتطلب السماح راح تقول لك السماح، لأنه هي هذه الشخصية تحب الحفاظ على العلاقات. ممكن تصلحها في الأعمال لكل عمل عنده علاقة بالتعامل مع الناس، سواء في الاستقبال، سواء كممرضة، سواء لا أدري، كل عمل عنده علاقة بالتعامل مع الناس إلا وتصلح فيه، لأنه عندها قدرة عجيبة في التواصل مع الناس بطريقة يعني رائعة جدا، وهذه عن تجارب. صح. الآن لو نديروا مثال، هناك إسقاطات على الواقع، نعود نذكروا إسقاطات على الواقع، نقدروا نلقاو في عائلة واحدة أو يعني أخوين أو أختين، كل واحد وشخصيته
فتلقى واحد شخصية بصرية والآخر سمعية، فهنا لو نعودوا نعرفوا بعضنا بعض، نعودوا نتعاملوا مع بعضنا بعض حسب الشخصية هذيك. هنا ممكن تقول لي سفيان بصح أنا ممكن أنا نكون بصري بصح هل ما عنديش السمع والإحساس وكذا؟ نقول لك لا موجود، ولكن تلقى دائما نسبة التعامل مع أي نظام أو أي شخصية أو أي ذكاء يكون أعلى من الذكاءات الأخرى. هذه نتعلمها أيضا أو حتى نمدوا لها خلينا نقول إسقاط أيضا في الدراسة. كان اللي يحب كما قلنا كان اللي يحب يقرأ عن طريق الرؤية لابراتيك، يحب يشوف يحب يمس بيده حتى باش يتعلم. كان الإنسان اللي يسمع فقط لو تعاود له راح يعجبه الحال. كان إنسان يتعلم بالقصة. فإحنا في المجال التعليم للناس اللي نقرأوا عندهم ويعلمونا راح يستعملوا هاد الأنظمة الثلاثة، يستعمل ما هو بصري بالتخيل أو حتى بالقصص، يستعمل أيضا ما هو الشرح المنطقي 1 2 3 4 5 وهكذا، ويستعمل أيضا الأحاسيس والكلمات اللي عندها علاقة بالأحاسيس. لذلك لو نعود نعرفوا اختلافاتنا، لو نعود نعرفوا توجهاتنا المختلفة، لو نعود نعرفوا طريقة تفكيرنا، كل واحد عنده طريقة تفكيره، أكيد التواصل رح يكون أسهل وأسهل وأسهل. ختاما مليح أنك تعرف طريقة الخاصة تكتشفها في روحك، وخلينا نقولوا لما تكتشفها تعود تتعامل بها في كل مجال الحياة، وحتى الطرف الخارجي الطرف الآخر سواء في العائلة سواء في العمل سواء في الأصدقاء يعودوا يعرفوا طريقة أو شخصيتك أو نظامك الغالب. هنا التواصل راح يكون أسهل وأسهل وأسهل. أنا فخور بك مهما كانت نتائجك لأنك صديقي. سلام.